لكن لازم نعرف هذا بان هذا مرض ديال الجدري القرده، فهو قديم، اكتشف 1958 وتكتشف واحد اللابوراتوار في بلجيكا، ومن بعد تم نقل العدوى ديالو على في افريقيا الوسطى وفي افريقيا الساحليه الغربيه. في هذه الافريقيا كاين جوج ديال الاصناف ديال هذا الجدري ديال القرده، هو كيتسمى علميا لورتوبوكس فيروس، كيعطي واحد لا مالادي كتسمى لورتوبوكس فيروس سيميان لان كتجي من القرده، ولكن ماشي ما كيقتصرش على القرده فقط، يمكن يكون عند كذلك عند الفيران الكبار، يمكن يكون عند السناجب لي زيكوري، فهذا يمكن له ينتقل من الحيوانات للحيوانات، ولا سيما كيمكن له يمشي من الحيوانات للانسان. ملي كيمشي من الحيوان للانسان كيمكن له يتطور وينتشر من الانسان للانسان، انما هذا الانتشار هذا ما كيكونش بداك السهوله اللي كنعرفوا بعد الامراض الفيروسيه الاخرى، بحال نهضروا على مثلا الكورونا اللي كنعيشوا اليوم، هذا المرض هذا ما كينتقلش بنفس السرعه، ما كيلتقل بسهوله لما كيكون واحد الالتحام والتخالط، وهذا الالتحام والتخالط خصو يكون في واحد المده كتفوت ديال تقريبا 3 سوايع او وفي واحد المساحه ما كتجاوز 2 متر، عاد يمكن يكون انتقال ديال العدوى، وغادي نشرح لكم كيفاش كتنتقل العدوى من بعد. هذا الفيروس كيدوز من مراحل، المرحله الاولى هي المرحله ديال الحضانه، المرحله ديال الحضانه اللي كتقدر تمشي من 5 أيام حتى ل 21 يوم. في هذه الفتره هذه ملي كتكون الحضانه كيمكن كيتوالد الفيروس في الداس ديال الانسان، هنا فين كيوقع الخطا وكيقدع يوقع الانتشار. اما ملي كيبدا يبان المرض يعني من بعد منها كتسمى الفتره ديال الاكتساح، لا بيريود دانفازيون، ديك الساعات كيبداو الاعراض الاولى، هذيك الاعراض الاولى اللي كدوم 3 أيام اللي فيها السخانه وفيها حريق ديال الراس والظهر كيضر والانسان عيان بزاف فاتيكي وعنده لي دولور ديال لي موسكل ديالو، كيمكن حتى العينين ديالو يضروا بزاف ديال الامور اللي كتطور كيقدر يمشي حتى لي كومبليكاسيون. من بعد هاد 3 أيام هذي كيبدا يبانوا الاعراض الجسميه او الجسديه اللي هي عباره على كنسميو يعني طفحات، يعني الحبوب، شنو نقولها بالدارجه، الحبوب في الجلد، الجلد هو اللي كيبين هذا المرض ديال الجدري، هو كيشبه البوشويكه ولكن كيختلف على بوشويكه، بوشويكه كينتشر بسرعه، هذا ثقيل على بوشويكه، بوشويكه كيمكن له يبين لك الحبوب في الذات ديالك على مراحل، هذا كيجي في مرحله واحده وكينتشر على جميع الاعضاء في جميع الجسد، كيبدا من الراس وهابط حتى الرجلين حتى الاعضاء التناسليه، وكيبان في اليدين وفي الرجلين وفي الوجه. ولكن الفرق بينه وبين الامراض الاخرى ان هذا كيعطي الولس، اذا كيمكننا نشخصوا المرض غير في الفحص ديال ديال ديال, ديال المريض، كيمكننا نوجهه واش هذه حاله مشتبه فيها او حاله محتمله او حاله حقيقيه، وباش يمكننا نتحققوا لازم نديروا بعض الفحوصات البيولوجيه اللي هي لا بي سي ار. الوغ لا بي سي ار كتختلف، هي نفس البي سي ار اللي كدار عند الكورونا، هي نفس لا تكنيك، غير هو هذا فيروس ديال ماشي ار ان، هذا فيروس ديال لا دي ان. علاش هذا الفيروس ديال لا دي ان كنقولوا ديال لا دي ان؟ هو مستقر ما كيتحورش بزاف، لا الفيروس ديال ار ان كيتحور بزاف، وملي كيكون الفيروس ديال الدي ان ما كيتحورش بزاف، اذا الخطوره ديال انتقال العدوى وتكون عندنا هذا الوباء بحال ضئيل جدا. اليوم كنشوفوا هذا الجدري ديال القرده في بعض البلدان الاوروبيه، لا هو لانه جا انتقل عن طريق السفر، اما هو موجود من 1970 لانه هو متوطن في هذه البلدان هذه كالكونغو والنيجيريا والكاميرون، هذه البلدان متوطن يعني كيجي سكون ابين زون اونديميك، اما في هذه البلدان اللي ماشي متوطن فيها ورحل فيها بانوا بعض الاعراض، ومنهم اللي بانوا في مي في في مي في ولاية في في في, في 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 الغوايوميني في انجلترا في المملكه المتحده، ومن بعد حنا بانت لنا اول حاله جاتنا في لو 2 جوان، وحاله اللي جات كذلك من اوروبا وعندها جميع الاعراض ديال انه عنده مرض ديال جدري القرده، وهذا المرض ديال جدري القرده كذلك لقي انتشر في واحد البيئات اللي خصني نقول لكم صريح العباره، عند بعض الناس اللي كيمارسوا واحد الاعمال واحد الانشطه، ولا سيما لقيناها تحت شيء علمي، لقيناها عند المثليين بزاف،
باش نقولها لك ان كيكون لو كونتاكت كيكون الالتحام كيكون لو كونتاكت انتيم كتنتقل العدوى بواحد السرعه ديك الساعات. ولكن واش يمكن له ينتقل من غير هذه الطريقه؟ يمكن له ينتقل. كيمكن له ينتقل لما كيكونوا داك الفقرة الفوق الفرقعات ديال الجلد فيهم الماء وتقاسوا بهم واحد اخرين. كيمكن له ينتقل على حسب الريح ديال ولا داك لي كتلات ديال الفم وكيقيسوا ناس واحد اخرين. اذا هذا خصنا نكون عندنا واحد الحيطه والحذر من هاد الامراض. واش كاين شي علاج؟ ما كاينش العلاج. العلاج هو المراقبه، لان من ثلاثه ديال الاسابيع الفيروس كيندثر. كيفاش كتمشي الامور؟ لان هاد التطورات ديال العلامات الجلديه كتمشي على مراحل. المرحله الاولى كيكونوا يلا دي بلاك يلا طباعي. المرحله الثانيه كيتنفخوا داك البلاك يديروا دي بابيل، من بعد كيديروا الماء، من بعد داك الماء يقدر يقيح، من بعد كيولي كيكرموا كيقصحوا، من بعد داك القشره كطيح. ملي كطيح القشره ما كيبقاش العدوى كتنتقل ليك ساعه. اذا هاد العلامات كتخلينا على الاقل من ان المرض ملي كيكون باين كنجتنبوه. اذا ما كاينش داك الخطوره بحال الانتقال ديال الكورونا. اذا كنعرفوا، اذا اليوم ما يمكنناش نقولوا بان كاينه خطوره على المستوى العالمي غادي تولي وباء. لا، المنظمه العالميه ديال الصحه علنات وحضرات بان الله يخليكم خصنا نحتاطوا من هذا المرض هذا، ولان التشخيص ديالو سهل. ولهذا وزاره الصحه في المغرب الحمد لله قامت بواحد الدراسه بواحد الخطه. هذه الخطه فيها خمسه ديال المراحل. الاولى انه كاينه كيفاش نعلموا المهنيين في الصحه يعرفوا المرض من عن طريق ديال التشخيص، سواء بالفحص او بالتشخيص الجسدي. ثانيا عن طريق كذلك الفحص في المختبرات، وعندنا اربعه ديال المختبرات اللي كيقوموا بهذا التشخيص ديال هذا المرض. ثالثا كذلك كيفاش يمكننا نتعاملوا معاه، وعندنا الطريقه باش نتعاملوا معاه. كيفاش نتعاملوا مع الناس اللي هما مشتبهين فيهم، كيفاش نتعاملوا مع الناس اللي هما مصابين حقيقيا، وكيفاش نتعاملوا مع الناس اللي هما مخالطين. وهذا كاين كل شيء في هادشي كيصب على ان خصو يتعزل ثلاثه هاد الاسابيع. فين يتعزل؟ في الدار ديالو، ماشي في المستشفى. الناس اللي يمكن لهم ينتقلوا للمستشفى الا الحالات الحرجه اللي تقاسوا في الريه ديالهم، او تقاسوا في المخ الدماغ ديالهم، او تقاسوا في العينين ديالهم. لان الا مشى تقاس العين كيمكن له يؤدي يعني الفقدان ديال البصر لا سيسيتي. هادو هما الامور اللي كنقوم بهم، واللي حتى من ناحيه ديال التواصل انه كاين واحد التواصل جد مهم في هذه المساله. ولكن كنتواصلوا على حسب الحالات المستجده، لان الخطوره ما كايناش بحال الكوفيد. انا اللي خصني نقول لكم اليوم مناش نخافوا، خصنا نخافوا من الانتكاسه ديال الكوفيد. اما هذا راه كيبقى غيبقى في البلدان ديالو مستوطن متوطن، وهنا الحالات اللي غير مشتبه فيها راه كاين حتى على المستوى ديال مناطق العبور، سواء في الجو ولا البحر ولا في الارض. كاين واحد الجهاز اللي محطوط اليوم ديال المغرب الحمد لله كيعرف جميع الامور، كيمكن له يوجههم لاقرب منطقه باش يمكن سميتو نواجهوا نحصروا هذا المرض هذا. وشكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير، شكرا على حضوركم وحسن استفهامكم، وشكرا للجميع.